تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة وانط عليها بقى انه جاء قال لي هو ما جاش قال لي الحقيقه عماته اللي جم قالوا لي انا لم اتصور ابدا فعمته جت قالت لي يا عادل اشرف عايز يقول لك حاجات وبرده ايه عم ياسف قال لي اقول لك ايه يا حبيبتي قال انت عاوز تتجوز نعم عاوز ده لسه الراجل متخرج يا جماعه لا ده تلاقيه بيهزر فهو اخذ الدراسه جامد جدا وما كانش عنده الحياة الاجتماعية طول الوقت وهو بالرغم من وجوده في أمريكا ولا سجارة ولا مش عارف إيه ولا الكلام الفارغ ده خالص ما عندوش أكادي أبدا فطلع اجتماعيا مش قوي فأول ما شاف واحدة وابتدى يكلم معاها وكان في الصيف كما عرفت طبعا من عماته هي كانت صاحبة ولاد عماته وتلميذة في كلية الطب وما زالت فهو شافها معاه فحبها طب يا أخي مثلا ما حبش واحدة من ولاد عمته قال لك لا 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 عمتي دول أخواتي وجواز الأقارب ده لا فاتجه الناحية التانية وحبها جدا فالمهم جاء قال لي بقى عاوز أتجوز الأول الحقيقة رفضت شوية لأني ما كنتش متصور أبدا أن أنا في ثانية الاقي ابني جه في ثانية الاقي يتخرج في ثانية عاوز يتجوز بكرة خلاص هلاقي له عيال يعني خلاص هو طبعا لسه متجوز ما بقالوش كام يوم انما الحقيقة بقيت ابصله كده وبعدين فعلا عاوز خلاص الحكاية دخلت في جد وانا مش مصدق الاول رفضت الحقيقة لانه قلت له لازم تاخد تجارب حياة وتاخد قدامك الوقت كبير وانت لسه سنك صغير قوي وانا بخاف من الجواز اللي سنه صغير لانه ممكن قوي الجواز الصغير وخاصة في الايام دي كله بيفشل يعني انا شايف كذا زواجة قدامي كده كلها فشلت فانا خايف عليه بتمنى له الحقيقة حياة سعيدة وهو لسه في شهر العسل انما يعني عارفة أنا مش مصدق يعني حتى كنت ببص له كده وجا وبنعمل كأني بعمل أي حفلة إنما لما جات الحفلة بقى الحقيقية بصيت لقيت فيه زفة وفي إيده عروسة وماشي بيها ما بقيتش مصدق يعني عارفة الشعور هنا شعور تاني خالص وبعدين في أبهات بتعيط وتحصل حاجات كده أنا لما بعيطتش زي أصحابي بعملوا أو شافوا أنا بالعكس تجمدت تجمدت ويوميها بقى الليلة دي بالذات أمه بقى كل شوية طلبات ومش عارف إيه والمفرش بتاع السفرة ولا ده لون كذا ولا ده مش عارف طب يا ستي أنا يعني خلاص أنت استولي على الحاجات دي شغلتك أنا الزبيني أجيب كاتب الكتاب فيوميها الحقيقة كانت يوم جميل جدا كبير جدا عظيم جدا خاصة لما يبقى عندك ولد معتزة بيه قوي وبعدين بالرغم انه ما عاش معايا في وقت الدراسة مدة كبيرة انما لما رجع يعني انا اروح البيت بس اسأل على اشرف يعني ممكن ما بشوفوش انما حاسس ان في روح موجودة وعمل روح للبيت وانا لوحدي في البيت ففي روح حتى وهو موجود او نايم او لسه ما جاش فبخش اقول فين اشرف في اليوم ده خلاص اشرف انتقل من البيت الى مكان اخر فكانت دي الليله اللي انا برضو شعرت فيها بان في حاجه فعلا اتخذت مني يعني حاجه فعلا راحت مني بالرغم بقول لك ان انا معاش يعني مده كبيره مده دراسه وهو في امريكا انما في الوقت الصغير اللي عاش فيه هنا وهو سنة ونص تقريبا ولا سنتين اخدت على انه لازم يكون موجود في البيت لدرجة ان هو يعني بيته لسه ما جهزش واتجوز وبيته ما جهزش فاحنا عندنا فيلا كده في المنصورية فقال
خلاص انا هتجوز واروح. طب اصبر، لا هتجوز واروح من سوريا، بحاول اعطل فيها، مش عاوز الليله دي تيجي. برضه جت وبرضه خدها وراح المنصوريه، وكان لسه على سفر وخمس ايام، فكلمته فقال لي بابا لو كنت زهقان تعالى. فانا ساعتها بقى ساعه دي، شوفي حضرت الفرح كله والبتاع كله متجمد جدا، بس ساعه ما بيقول لي تعالى حسيت ان هو بقى في دنيا تانية خالص، وهو اللي بيعزمني يعني. بس هي دي سنة الحياة. انما لقيت دي اكتر يوم شعرت فيها ان انا حتة مني فعلا راحت.